whole day? لا لا ابدا. No, I cannot sit at home. مستحيل، مسابقة مستحيلة. عنجد؟ اسمي زينب، عايشة بدبي صار لي 4 سنين. عم حس إنه وين أهلي، وين أصحابي، وين الانستغرام، وين السناب شات، وين كل شيء. ما في أي شيء، هيك بحس إنه ضايعة. ما في. I miss my phone. The last month I had, I was trying to keep myself very busy, so avoiding thinking about and problems to get through the life difficulties. الواحد لازم يعطي نفسه وقت ليقعد مع حاله، ليسمع حاله. To realize what's going on in your life, you need to have this quiet moment. When you disconnect from everything, you have a clear mind to think. ما يكون معجوق، يعزل نفسه على كل شيء ليعرف يطلع اللي في قلبه ويطلع كل الطاقة السلبية حتى يرتاح وحتى يقدر يمشي في الحياة. If you keep the balance in your life, you feel happy. اليوم أكثر شيء هيك أخذني لعالم تاني وبعدني عن الدنيا كلها صوت الأذان كنت بالمسجد، صوت البحر، نسمة الهواء. عطيت تليفوني اليوم واستفدت السلام والطمأنينة والأمان.